وزي ما اتفقنا معايا ضيفه جميله جدا هتعمل معانا النهارده وصفتين حلوين قوي. فيروز اهلا وسهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. هتظبطينا النهارده؟ عمايل ايديا النهارده هيتعمل فيه حاجات جميله. قولي لنا بقى تعملي ايه النهارده اول وصفه؟ بصي هنعمل النهارده فتت مكدوس الاول، ودي وصفه حلوه قوي في العزايم. اوكي. والدش كل الناس بتتفق عليه يعني. اوكي. وسهل جدا، وساعات ممكن نبقى يعني مثلا هو بيتكون من بتنجان مينلي، بتنجان مقلي، فاحنا ممكن مثلا يبقى عندنا ستوك بتنجان مقلي في الفريزر. أوكي. على اساس ان قلي البتنجان مش حاجه سهله. صح. وممكن نعمله بيكت في الفرن برضو عشان الكالوريز وكده. يبقى اقل شويه. بالظبط. والعيش. وعيش مقلي. نقول المقادير. قولي المقادير. اوكي. احنا هنحتاج بتنجان 3 كيلو بتنجان متقطع مكعبات. هنقليه طبعا او بقولك بيكت في الفرن. أوكي. وهنحتاج عيش لبناني متقطع برضو مكعبات. هنحتاج نص كيلو لحمه مفرومه. اوكي. متعصجه. متعصجه بالظبط. التعصيج بيكون ملح فلفل وزيت وبصل. بالظبط. وهنحتاج صلصه. اوكي. طماطم، عصير طماطم. عصير طماطم. هنحتاج سكر للصلصه. ايوه. زبده، ثوم مفروم، وزعتر فريش وناشف. اوكي. تمام نبتدي؟ يلا. اوكي. النهارده يا جماعه انا هبقى بتكلم معاكم في الموضوع شيق جدا جدا، وروزه هي اللي انا في حاجه برضو عايزه اقولها. قوليلي. ممكن برضو نعمل الصوص بتاع الفته اللي هو هيكون زبادي. اوكي. نبتدي نعمله الاول. يلا. عشان هنحتاج ناخد من الصوص ده المقادير بتاعته. اوكي. هيبقى زبادي وطحينه، صنوبر كده للتزيين، هنحتاج بقدونس مفروم. اوكي. تمام. اوكي. هنبتدي الاول تعمليه كده بس زبادي وطحينه صح؟ ومعاكي الملح. هناخد اهو تقريبا نص كيلو. بصي انا بعمله مختلف شويه. ايه بقى؟ بحط معاه معلقه مايونيز، وبحط معاه بدل الطحينه. لا طحينه ومعلقه مايونيز. كمان بحط معاه يا اما بعصر ليمونه يا اما بحط معلقه خل مع الثوم. اوكي. انسي اكيد برضو هيبقى حلو قوي. هيطلع حلو قوي. طيب وبرضو الفيجيتيريان مش لازم ياخد اللحمه المفرومه. بالظبط. يعني هي دي ميزه ان احنا ممكن نغير شويه في الاكل صح؟ اكيد طبعا. بصي لازم نرش الاول على الزبادي ملح. أوكي. عشان ما يكلكعش، ونعمله بالويسك كده. تمام. يا جماعه فتة المكدوس دي من احلى الاكلات اللي ممكن اي حد ياكلها. والله. بصي بجد. شايفه هنا عامل ازاي بعد الفرق. ما ضربناه بالملح كده الفرق فعلا. بصوا باين ازاي. محتاج طبق نحط فيه. بصي انا يعني العابي بقى براحتك في المطبخ. انا اهو براحتي اهو. المطبخ مطبخك النهارده. هحتاج معلقه. نحط معلقتين طحينه. اوكي. بصي جربيها برضو بالطحينه من غير مايونيز. لا تحفه انا عارفه طبعا، بس انا يعني بقول يعني اضافات. طبعا. التاتش. لازم احط التاتش بتاعي انتوا عارفيني. هيتجرب. تمام. نجربها بقى. ما انا بعد ان شاء الله ما نخلص، انا مش بغيظكم خالص خالص. انا بعد ما نخلص ان شاء الله. هنحط عليه توم. اوكي. تمام. محتاج دول برضه. محتاج عليه زعتر. ده كده الايه؟ لا ده فظيع ده. ونحط عليه زيت زيتون. لا كده حلو قوي. تمام. هديكي ان طبعا بعد ما تخلصي. اكيد طبعا. انا هكون انا اللي هاكل والذواقه واقول لكم طلع عامل ازاي. بصي انا الصوص بقى ده اللي هو اللي هنحطه في اخر الفته. بحط منه مع اللحمه مفرومه. هوريكي بقى ازاي دلوقتي. دي فكره حلوه بقى. زي البشاميل بالظبط. حلوه الفكره. هحط منه 3 معالق. اوكي. طيب هنبتدي بقى مبدئيا. طاسه سخنه. اوكي. احنا كنا اوريدي مسخنينها شويه. تمام. هحط فيها زيت. اوكي. هسيبها تسخن برده شويه. عايزين نتكلم عن قوليلي. موضوع مهم. قوليلي. عايزين نتكلم عن التنمر. التنمر حاجه بتحصل لاولادنا كلنا. طب. اولا احكي انت يعني احكي عن نفسك برضو خلي الناس تعرفك. بصي لا انا في الموسم اللي فات بس ده بقى ايه الموسم الجديد. بصي هقول لك انا كريمه بنتي لسه صغيره فلسه الحمد لله عندها 3 سنين. طب لا بس صغيره برضو خلي بالك في الحضانه ممكن في بولينج جامد قوي. بس اللي انا مركزه معاه جدا معاها هو ان انا عايزاها تبقى عندها ثقه في نفسها. ده اللي انا كويس. بقى عايزاه. بالظبط. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده ان احنا لازم احنا اللي هندي الثقه ان اولادنا يقفوا ويقولوا لا، يقفوا ويعرفوا يدافعوا عن نفسهم. بالظبط. مش يدافعوا عن نفسهم بقله ادب ولا بضرب ولا بعنف، لا
يدافعوا عن نفسهم از ان هم يعرفوا يوصلوا صوتهم، يعرفوا يقولوا لا انا مش موافقه على كده، لا انت مش المفروض تقولي كده، انت كده مش كويسه او انت كده مش صح. ودي حاجه مهمه جدا، واحنا اللي بندي العيال بتوعنا يعني عيالنا او اطفالنا او اولادنا احنا اللي بنديهم الثقه دي. طبعا عارفه ليه بقى؟ لما انت تدي لابنك وضعه في البيت وتسمعي ويبقى كلامه مسموع. انا بس عايزه اقول لك انا بحط زيت زبده ثوم ملح فلفل، تمام؟ زيت زبده ثوم ملح فلفل. هندي الاولاد بقى الثقه بنفسهم. هندي الاولاد الثقه بنفسهم يعني بقى كلامهم مسموع. طماطم طماطم اهي برده. ايوه ورشه السكر دي اهم حاجه عشان نكسر انا اهم حاجه ان الطماطم عندنا تستوي شويه على النار. اوكي خليتك ورا. حطي ورا هنا في الحوض. اوكي فندي لاولادنا الثقه بالظبط ونعتمد عليهم. نعتمد عليهم this is big part يعني طبعا جزء كبير، بس انا شايفه ان احنا مش بس نعتمد عليهم، احنا محتاجين نحسسهم ان هم كلمتهم بتفرق. بالظبط يعني رايهم مهم، لازم يقولوا رايهم. انا في فتره ممكن اكون ترست فيها قوي قوي لما جبت هنا اي حاجه ليلى بتقولها بس اسكتي خلاص مش دلوقتي، مش قادره تسمعي اي مش حاجه، مش قادره من كتر الضغط. بس انا كنت غلطانه جدا لان انا حاسه ان انا كتمتها الكتمه دي ضايقتها جدا طبعا. فحاسه ان احنا ممكن نحاول لا نخليهم يعبروا عن نفسهم، يعبروا عن رايهم، ونحسسهم ان رايهم ده مهم. يعني انا بنتي عنيده جدا، ليلى عنيده جدا، فانا لازم مثلا لو هتختار طقم لازم هي اللي تختاره. بالزبط. انا بقيت اعمل ايه؟ بقيت اطلع لها مثلا اثنين اقول لها تلبسي ده ولا ده، فهي هتحس ان هي اللي منقيه مع ان انا اللي منقيه طقمين. انا صح طبعا كلامك مظبوط، بس هو فعلا انك تدي لابنك الثقه بنفسه طبعاً. هيقدر يواجه اي حد طبعاً. بعد كده 100% يعني ما حدش هي انت ده هتحتاجي دلوقتي صح، ما حدش هيبقى له كلمه عليه او فاهماني. طب 100% 100% لا انا دايما بحب انا بنتي طيبه شويه ومش بقول كده عشان انا مامتها خالص بس هي طيبه بتحب تساعد قوي وبقلب قوي وتشيل من الناس. يعني في المدرسه دايما يعطوني يقول لي بنتك هيلبفل قوي دي عايزه تساعد اي حد، فده دي حاجه حلوه طب. بس مش لدرجه ان حد يستغلها، لا طبعا، مش لدرجه ان هم يوقعوا الحاجه يقولوا ليلى ساعدينا، لا طبعا ليلى شيل انت، لا هو مش كده، لا فاهمه. فحسيت ان انا ضغطت عليها في فتره فرجعت وقعدت مع نفسي وقلت ان انا مش وحشه، انا مش معنى ان انا مشغوله بالصغيره يبقى ان انا ام وحشه، لا انا غصب عني اتخذت لان الثانيه كانت صغيره ومحتاجاني. انت حطيتي كده اللحمه المفرومه؟ انا حطيت اللحمه المفرومه على الصلصه. تعالي نعيد كده بسرعه بقى انت عملتي اوكي. انا الصلصه حطيت الاول زيت زيتون، حطيت حته زبده، توم، حطيت زعتر فريش ومجفف، ورحنا عاملين الصلصه، حطينا الصلصه عشان تستوي، ورشه سكر، رشه سكر حلوه يعني السكر بيديله طعم صراحه حلو عشان كمان يضيع الحموضه بتاع الصلصه. ما هو وبعد كده اهو اللحمه مفرومه حاطينها متعصجه تمام. هحط بقى دلوقتي البتنجان معلقه بس برضو بحب احط له توم باودر زعتر باودر اوكي عشان يبقى طعمه حلو. والعيش برضو، العيش برضو بحط له ملح وفلفل وتوم وزعتر كل ده اوكي عشان يبقى كل حاجه لوحدها طعمها حلو. اوكي حلو قوي، بس اهم حاجه ما تزودش في الملح علشان ما يبقاش بالظبط طاغي قوي وحادق علينا. بصي اهو كل ده اهو على النار، على النار بقى تقلبيه. الله الله الله، طبعا كلكم شامين الريحه وعايزين تاكلوا. وعايزه اقول لك هي فعلا بجد وجبه في المناسبات كامله كمان كامله، وبايدينا ان هي تبقى سهله ان احنا زي ما قلت لك ان ايه نشيل نشيل بتنجان مقلي في الفريزر في كيس. صح بصي ما جربتهاش قبل كده مش هضحك عليك، بتطلع زيها بالظبط اكنك لسه قليه. ما جربتهاش ان انا اقليه واشيله، دايما بقليه فريش، بس طبعا ده كده توفير اكتر بكتير طبعا من الوقت يعني لان هو بياخد زيت كتير وبياخد وقت كتير بيشرب زيت. احنا طبعا لما تيجوا بقى يبقى عندكم عزومه قدموا في طبق بقى كبير، انتوا عارفيني احب الاطباق الكبيره كده وتتحط وياخد العين، ففي العزومات هاتوا طبق كبير وفرشوا بقى فرشه الطبقات الحلوه اللي هتحطها فيروز دلوقتي. بصي يا نوره انا بقى اهو ده على النار اوكي، اوكي هقوم حاطه بقى من الزبادي اللي بالطحينه وملح وكل ده، هقوم حاطه 3 معالق منه ياخد بقى الصوص بقى بالظبط ياخد بقى الصوص ويبقى طعمه ايه حلو أوكي. وفعلا بتفرق قوي طبعا طبعا. دلوقتي احنا بيبقى عندنا امهات بيبعتوا يقولوا لي انا حاسه بالذنب علشان انا بشتغل واولادي، فانا مش عايزه ان احنا نحس ان اولادنا لو حصل لا قدر الله اي حاجه ليهم، مش ليهم ان هي تحصل حاجه وحشه، بس قصدي لو حد ضايقهم او يعني كذا حاجه، لو حسيت ان هم مثلا
حد بيعملهم بطريقه مش عاجباكم علشان انتوا شايفين ان ده انتوا مش موجودين ده غلط، لان طبيعي ان احنا بنشتغل دلوقتي، انت مش بتشتغلي بس الموضوع مش رفاهيه، لا احنا بنشتغل، احنا لازم تبقي عارفه ان انت بتعملي له مستقبل احسن بكتير، فدي حاجه ليكي مش حاجه يعني مش حاجه ضد اللي انت بتعمليه، بالعكس لا طبعا دي حاجه كويسه قوي انت بتعمليها ان انت بتوفري لهم حياه احسن كتير. فدايما فكري فيها من المنظور ده، هتلاقي نفسك قادره تعمليها وهتلاقي نفسك فرحانه بيها، ولما ترجعي البيت عندك طاقه قويه ان انت تعمليها. بالظبط. بس انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه برضو، هو الفكره ان لازم يكون في دعم من الاسره طبعا، يعني فاهمه طبعا الموضوع طبعًا. مش سهل طبعًا. طبعا اكيد لا الواحد انت بتوفري برضو حد يقعد شويه بالاطفال، يا اما مربيه يا اما الاهل أو بقى والاصحاب الحضانه. طبعا يعني ماما بقى وحماتي الله يكون في عونها. انا الصراحه برضو اهلي واصحابي يعني شايليني يعني الصراحه. لا ما هي دي الفكره بقى، يعني صاحبي بقى ناس كويسه. كلهم ولاد حلال والله. أيوة. ولاد حلال. ايوه بالظبط. انا بزود شويه الصوص عشان يبقى بس عندنا ايه ازيد احلى. صح انا كنت عايزه اقول لك بس بعدين حسيت كميه، بس برضو قلت لا انا شايفه ان احنا عشان يبقى ممكن ناكلهم حاف اصلا عشان يبقى فيه وفره ده. ممكن ناكلهم حاف انت عارفه. السنوبر ممكن نبدله باي باي حاجه، أي يعني حمص ثانيه، عين جمل، لوز، لوز اي حاجه. وخلي بالك برضو ممكن نحط في الفته دي رمان. اوكي صح، مع البتنجان بتبقى مع البتنجان برضو بتبقى لذيذه. بصي احنا هنا اهو الصوص بتاعنا خلص. اوكي فاحنا دلوقتي بقى ايه نقدم، هتحطيه هنا. دلوقتي ده العيش، بقى الطبقات اللي بتيجي معاه. اوكي اهو ده كده العيش اللي احنا قلنا عليه محمر وكده في زيت، هنديله بس ايه رشه كده ملح تمام، وزعتر برده. الزعتر عندك اهو. عايزه الفرش اوكي حطها عادي على هنا. اوكي تشمع بقى الريحه ولا ايه؟ عايزه مغرفه احسن اكبر؟ لا يعني اتس اوكي مش عايزه اتعبك. لا مفيش تعب، اتفضل. تمام بصي اوبا شايفين؟ ده كلام كبير قوي. كنت عايزه اقول لك على حاجه في موضوع التنمر ده، انه فعلا لو احنا حمينا اولادنا وخليناهم يعني حاجه مهمه برضو ان هم يتحاوروا معانا، يعني طبعًا ترجع بنتك من المدرسه طبعًا تحكي لك، مش انا قصدي ان هي تقول لك كل حاجه، بس يعني لا لو هي ما يكون في كل حاجه عشان نعرف ما يكون في مشكله او حاجه مضايقاها او كده تتكلم معاك عشان تعرفي تعرف تتصرف هي في الموقف ازاي. صح انا معاكي في ده 100% 100%. لازم تتكلم ولازم احنا نديها الثقه، دي يعني حاجة مهمة جدا 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 ان احنا ندي لاولادنا الثقة. لان انا كنت لسه بتكلم مع بنتي بتقول يا ماما انا راجعة من المدرسة ودلوقتي وانا هناك كنا بنعمل كلين اب بينضفوا بعد ما بيعملوا اللعب انت عارفة. فبتقول لي هي وصاحبتها المفروض بينضفوا حتة مع بعض. تمام. صاحبتها خايفة تعمل هي الحتة اللي تحت اللي هي كلها بتقول لي كانت مش حلوة خالص وهي قاعدة ترص في الكتب فوق. فقلت لها طب ما فيش مشكله يا ليلى عادي انت اعملي كده مره وهي تعمل كده مره، يعني انت مره تنضفي الحته اللي تحت من يعني فوق. بالظبط. قالت لي لا يا مامي هي مش راضيه خالص، مفيش حاجه اسمها كده. قلت روحي قولي للميس. قالت لي لا ما هي الميس هتزعق. قلت لها لا ما تقبليش حد يزعق لك لو انت مش غلطانه. فلازم هي تعرف ان هي ليها حق ان هي تقف لنفسها ان هي تقول 1 2 3 فاهمه قصدي؟ مش لازم ان انا اكبسها واقول لها خلاص تسمعي كلام الميس. لا هي تسمع ديفنتلي، لازم تسمع كلام مدرستها طبعا. بس في نفس الوقت برضو هي لازم يبقى عندها شخصيه ولازم تفهم المدرسه ان احنا بنعمل شيرنج، انا مش لوحدي، او بمعنى اصح هتفهم البنت مش هتفهم المدرسه. هي فاكره ان الميس هتزعق لها، فانا قلت لها الميس عمرها ما هتزعق لك. هتلاقي ممكن البنت الثانيه بقى قايله لها كده. الميس هي البنت قالت لها كده. قالت لها الميس هتزعق لو انت قلت لها. دلوقتي عملنا مع بعض. احنا دلوقتي هو حطينا الزبادي خلاص، هنحط وبعدين بقى هنحط بقى جارنش بقدونس اهو على الوش كده حركات. ودي بقى الصنوبر.